أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقتنا النهاردة هي حلقة طبية، هنتكلم فيها عن السكر ومشاكل السكر وطريقة العلاج السليمة، وهنتكلم عن أشياء كتير في مرض السكر. وطبعا في ناس كتير جدا يعني بتعاني من السكر في الفترة الأخيرة بكثرة جدا في الفترة الأخيرة. والنهاردة معايا يعني صديق وحد عزيز على قلبي جدا، وهيوضح لينا حاجات كتير ومعلومات قيمة عن أمراض السكر، الصديق الغالي جدا الغالي على قلبي الدكتور خالد الزهيري، بكالوريوس الطب والجراحة العامة كلية الطب جامعة الأزهر. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا حضرتك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا، نورت وشرفت البرنامج. ربنا يكرمك، أنا الشرف ليا والله يا أستاذ أحمد، ربنا يكرمك. ربنا يحفظك يا رب. في البداية بقى عايزين نعرف مع بعض تعريف مرض السكر، يعني إيه هو مرض السكر؟ مرض السكر في الحقيقة هو مش عبارة عن مرض واحد بس، مرض السكر عبارة عن متلازمة، تمام؟ والمتلازمة دي تشمل عدة حاجات، فالمتلازمة دي يحدث فيها اضطراب في عملية الأيض، أو هي عملية التمثيل الغذائي أو الاستقلاب الغذائي للطاقة، تمام؟ ينتج عنها ارتفاع شاذ في تركيز سكر الجلوكوز في الدم نتيجة لنقص هرمون الأنسولين، أو نتيجة لانخفاض أنسجة الجسم للأنسولين اللي هي مقاومة الأنسولين، أو كل من الأمرين يعني. تمام. على سبيل المثال مثلا مريض السكري ده بيعاني من مشكلة الاستقلاب الغذائي اللي هي تحويل الغذاء إلى طاقة، فإذا أكل كمية كبيرة من الطعام طبعا أكيد فيه نشويات، فالنشويات عشان الجسم يستفاد منها بتتكسر وتتحول إلى سكر الجلوكوز، وعشان الجسم بيستفيد من الجلوكوز الدم ياخد الجلوكوز ويوديه للأنسجة عشان يمدها بالطاقة. في بعض الخلايا بتحتاج أن الجلوكوز يدخل من الدم أو من الوسط بين الخلايا إلى داخل الخلايا، تمام؟ ففي حالة غياب نقص الأكسجين أو الخلل في انخفاض الأنسجة للأنسولين، الجسم طبعاً بيتراكم فيه جزيئات كبيرة من سكر الجلوكوز ده، وبيؤدي إلى الأعراض اللي بتظهر على المريض. تمام، يعني هي الأسباب، يعني الأسباب الرئيسية لمرض السكر، تمام، هو نقص الأنسولين. ده أول سبب. تمام، ده تمام. أول سبب. والأنسجة أو مقاومة الأنسجة للأنسولين، مقاومة اللي هي يعني إن مثلا الجسم يقاوم الأنسولين في الجسم، تمام، ماشي، تمام. عشان كده برضو في مرض بيسمى بمقاومة الأنسولين. هو مش مرض، هو نوع تاني من السكر، تمام، ده اسمه السكر المقاوم للأنسولين. ده السكر المقاوم للأنسولين. تمام. طب النوع التاني من السكر اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، تمام، يعني ده ممكن يعني ده سكر يعني أوكي سكر، تمام، تمام، ويعد من أمراض السكر، تمام، ولا دي بداية سكر؟ لا، هو مرض سكر لكن سكر من النوع الثاني، السكر الأولي من النوع الثاني أو السكر الغير معتمد على الأنسولين. تمام، تمام. طيب إزاي بقى بيتم التشخيص؟ يعني دلوقتي إزاي تعرف إن المريض ده مريض سكر؟ أولا مريض السكر بيجي لي مثلا العيادة أو بيجي لي المستشفى يشتكي من الأشياء الكلاسيكية أو الحاجات المعروفة، يجي يقول أنا بعطش كتير، بشرب كتير، بدخل الحمام أتبول كتير، بأكل كتير وبخس، وبعض الأحيان أقول لك أنا حاسس بهرش كتير في جسمي. فأنا ببدأ أشك إن دي طبعا العلامات الكلاسيكية للسكر أو العلامات المميزة لمرض السكر، تمام. فبأخذ منه عينة سكر عشوائي اللي بتكون على الجهاز المعروف طبعا في المستشفيات والعيادات، بأخذ نقطة دم على جهاز السكر على شريط السكر وأقيس نسبة السكر. ليه بقى في المستشفيات والصيدليات وفي كل مكان؟ أكيد موجود في كل مكان، وفي بعض الناس بتجيبه في البيوت هو وجهاز الضغط طبعا عشان الاستمرارية على ضبط ضغط الدم وعلى السكر والحاجات دي، فبيقيس السكر اللي أعلى من 200. تمام. بناء على هذه العلامات الأولية وأن سكر العشوائي بيكون أعلى من 200 فهذا المريض مريض سكر، تمام؟ تمام. بيتم التأكيد من التشخيص بعدة برضو إيه؟ عوامل تانية أو تحاليل تانية. يعني حضرتك بتنصح أي حد بيعاني من عطش شديد جدا، بيعاني من كثرة التبول، تمام، ودخول الحمام كتير، تمام، وبيعاني مثلا من فقدان في الوزن مع فقدان في الوزن مع فتح الشهية الزايدة جدا. وخلي بالك ان برضو المريض ممكن يكون بيخس وهو بياكل كتير جدا وما يكونش سكر، يكون مثلا عنده فرط افراز هرمون الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين، تمام، ده برضو من ضمن الاسباب. ممكن يكون عنده عدوى بعض الطفيليات اللي بتكون موجوده في البطن وكده، زي اشهرهم مثلا الدوده الشرطيه، تمام. يعني هو احنا العلامات ديت مش شرط، يعني هي مش مؤشر رئيسي او حاجه رئيسيه، ولكن هو ممكن يكون مؤشر مميزة. مبدئي علامات مميزه، فانت لازم تروح تعمل تشخيص او التحليل العشوائي ده، تمام، وتشوف بحيث ان انت تطمن على نفسك الاول، دي حاجه مبدئيا كده، تمام.
عملت التشخيص ده او عملت التحليل اللي هو في الصيدليه ده لازم تحليل دم بعدها ولا ده بيبين خلاص؟ لا لازم طبعا نعمل تحليل سكر صايم تمام، وطبعا التحليل السكر الصايم النسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 70 ل 110. من 70 ل 110. فالتحليل السكر الصايم اذا عملته مرتين ولقيته اكتر من 126 فهذا المريض طبعا يعاني من السكري تمام. اذا طبعا هنعمل حاجه اسمها تحليل سكر بعد الاكل بساعتين، وده اهم واحد فيهم، لان ممكن المريض يكون السكر الصايم بتاعه طبيعي لكن لو اكل واخدنا منه عينه بعد الاكل بساعتين هتلاقي السكر بتاعه اعلى من 200، في حين ان النسبه الطبيعيه للسكر في الدم بعد الاكل بساعتين 140 تمام. تمام. في حاله في تحليل بياكد التشخيص برضو اسمه تحليل السكر التراكمي او الاول اللي هم هندخل نتكلم في السكر التراكمي بشكل كامل وهنتكلم في كل حاجه، بس عايز حضرتك برضو تقول لي انت اتكلمت على انواع السكر تمام؟ تمام. ايه بقى اخطر نوع فيهم؟ اخطر نوع فيهم طبعا احنا لما قسمنا السكر، السكر عباره عن سكر اولي ده بيمثل 95% وسكر ثانوي ده بيمثل 5%. السكر الاولي وهو المشهور في حاجه اسمه في نوع منه اسمه تايب 1 او السكر المعتمد على الانسولين او سكر الاطفال، لانه بيصيب الاشخاص اقل من 30 سنه وبيصيب الاطفال حديثي الولاده او الاطفال ما بين الاعمار المتفاوته في السن وكده، فبيجي في اقل من 30 سنه يعني عموما، ممكن يصيب اكبر من كده ولكن ده المشهور فيه تمام. يعني ده هو خطير لان هو بيكون بسبب نقص غياب هرمون الانسولين، بيحصل خلل في خلايا بيتا في البنكرياس اللي هي مسؤوله عن افراز هرمون الانسولين تمام، فده بيحصل خلل في الخلايا دي فبيقل افراز الانسولين. طبعا الاعراض بتاعته بتكون شديده جدا، المضاعفات برضو بتكون خطيره تمام. علاجه بيكون بالانسولين بس، يعني الاكل والانسولين والتمارين الرياضيه والحاجات دي هي علاج السكر من النوع الثاني بخصوص المضاعفات تمام. عاوز اوضح لحضرتك ان هو ملوش برضو علاقه بالعامل الوراثي او يعني مش مشهور فيه ان يكون مثلا الوالد او الوالده او احد اقارب العيله عنده مثلا سكر هو من النوع ده مخصوص التنين يجي لهم، لا مش شرط، هو مش متعلق تعلق تام بالعامل الوراثي. يعني حضرتك حابب توضح ان مرض السكر ملهوش دعوه بالوراثي، يعني النوع ده بالذات اللي هو النوع المعتمد على الانسولين او اللي بيحصل فيه خلل في خلايا بيتا في البنكرياس اللي بتطلع الانسولين ده، يعني تعلقه بالوراثه مش تعلق كبير زي المرض الثاني. والمريض اللي بيجي بيه بيكون يعني مش سمين، يعني لحد ما بيكون عادي جسمه كويس وكتله الجسم بتاعته كويسه، بس مع ذلك يصاب بالانسولين. بخصوص الزياده تمام، في ناس بتزيد بكثره بتزيد بشده جدا تمام، هل الزياده دي يعني بتخلي الشخص اللي هو عنده زياده في الوزن ده بيكون معرض اكتر من اي حد بالاصابه بمرض السكر؟ بمرض السكر من النوع الثاني، من ضمن عوامل الخطر للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني هو السمنه المفرطه، وبرضه من ضمن عوامل الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه وامراض ارتفاع ضغط الدم الشديد وتصلب الشرايين والاصابه بالذبحات الصدريه وال طبعا السكتات الدماغيه برضو وجلطات القلب وكده، كل ده بسبب زياده الوزن. زيادة الوزن يعني حضرتك عايز تقول زياده الوزن هي كتله من الامراض دي حقيقه يعني؟ دي حقيقه تمام. هو يسمى بالمرض الصامت يعني زياده الوزن. طب حضرتك اتكلمت دلوقتي على المضاعفات تمام. تمام، ايه هي اشهر المضاعفات وازاي الواحد يقي نفسه منها؟ تمام، سؤال كويس جدا وحابين نوضحه للساده المشاهدين. في عندك طبعا مريض السكر بيجي بمضاعفات على المدى القريب ومضاعفات على المدى البعيد. المضاعفات اللي على المدى القريب يعني العيان مثلا بيشتكي من عدوى متكرره في الجلد، يجي في بعض الاوقات بخراج بيدمل يروح ويجي تاني يروح، ما يعرفش سببه ايه، هو يتكون معاه خراريج ودمامل حاجات جلديه، امراض جلديه، امراض جلديه، تاخر التئام الجروح، تباطؤ في التئام الجروح تمام. الهرش الشديد المستمر من غير سبب، ما يبقاش عارف سبب الهرش ايه تمام. دي مضاعفات، دي مضاعفات على المدى القريب. ازاي بقى يقي نفسه منها؟ لا ما انا لسه عايز اوضح لحضرتك برضو ان فيه مضاعفات على المدى القريب وخطيره جدا، اشهرها طبعا غيبوبات السكر سواء كان منخفض او مرتفع، واشهرهم من غيبوبه السكر المنخفض. المريض ياخد العلاج وما ياكلش كويس او ياخد العلاج ويعمل مجهود شديد فيدخل بعد كده في غيبوبه السكر المنخفض تمام. أيوة السكر المنخفض، حابب اوضح الاعراض بتاعتها عشان لو حد من اهالينا طبعا اتعرض لها يعرف يقي نفسه منها ازاي. يصاب بصداع شديد مستمر، يصاب بجوع شديد مفاجئ يعني يحس ان هو جعان فجاه، يصاب بخفقان وسرعه في ضربات القلب، عرق شديد بارد تحس ان هو عرقان كانك مثلا مغطسه في برميل ومطلعه منه، تحس ان هو عرقان خالص يعني
دي كلها المضاعفات، دي العلامات اللي بتاكد ان السكر منخفض في الدم. يكون عنده قلق وعصبيه وهيجان عصبي ومتوتر، ويعني تبقى حالته مزريه خالص يعني. فيلجا طبعا لتحليل السكر العشوائي، ياخد نقطه دم ويحللها على الشريط ويشوف. في هذه الحاله هيلاقيها اقل من 70، تمام. الوقايه منها طبعا مهمه جدا، وعشان ما تدخلش في المضاعفات بعد كده، لان هي خطيره. غيبوبه السكر المنخفض اخطر من غيبوبه السكر المرتفع. يعني حضرتك عايز توضح ان السكر بتيجي غيبوبه لما يكون السكر عالي جدا ولما يكون منخفض. دي حقيقة. اما في الانخفاض، الغيبوبه بتاع الانخفاض هي اخطر بكتير، هي أخطر جدا من المرتفع. من المرتفع. تمام. فطبعا المريض هيلاقي كده السكر منخفض، هياخد 15 جرام من الكربوهيدرات او الجلوكوز. تمام. هياخد 15 جرام، يعني هنوضحهم ازاي. هياخد معلقه اكل كبيره ويدوبها في كوبايه ميه ويشربها. معلقه اكل يحتوي على سكر ويقلبها في الكوبايه ويشربها. او ياخد مثلا كوب صغير من عصير الفواكه. تمام. او ياخد الملصق اللي بيكون موجود في الصيدليات، اسمه ملصق الجلوكوز، وده برضه بيكون عباره عن 15، بس يتاكد ان الجرعه المكتوبه على الملصق يعني سليمه. بخصوص النظام الغذائي والاكل، زي ما حضرتك بتقول، في نظام غذائي معين لابد ان مريض السكر يمشي عليه؟ يعني مثلا في اكل معين مريض السكر المفروض يمنعه خالص او يقلل منه، او مشروب معين؟ في طبعا الاكل الممنوع هو اكل المكسرات والحلويات والعسل والمربى، تمام، والسكريات عموما. ده طبعا يقلل منها او يمنعها على قد ما يقدر. طبعا في فواكه ممنوعه، واشهرهم طبعا التين والعنب، عشان بيحتوي مثلا على سكر كتير. بيحتوي على سكر كتير، وكمان يعني سهل خالص ان هو يتحول لسكر بسرعه يعني، ويأثر على المريض. العنب والبلح والتين والبلح والمانجا، دي اشهر الفاكهه اللي المفروض تتمنع يعني. اي حاجه بتحتوي على سكر كتير انت تمنعها، أو سهل عشان ان هو يتم تحويله بسرعه يعني. طيب، في خطه علاج معينه متعارف عليها؟ يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي على الانسولين، تمام. ان في علاج بيبقى بالانسولين فقط، تمام. في خطه علاج تانية غير الانسولين؟ في خطه علاج تانية غير الانسولين طبعا، وهي احنا بنلجا لها في مريض السكر من النوع الثاني، اللي هو وهو السكر الغير معتمد على الانسولين. طبعا المريض ده انا لازم اخليه يمشي على نظام رياضي منتظم، وهو المشي ببطء لمده ساعه او نص ساعه يوميا. تمام. يمشي بطيء ومنتظم لمدة ساعة أو نص ساعة يوميا. تمام. طب ليه تحديدا بطيء يعني؟ المشي البطيء يعني بيعزز من تكسير الجلوكوز في الدم وتحويله لطاقة. يعني فاهمني؟ أحسن من المشي بسرعة والإجهاد يعني عموما. وكمان طيب. لما يعمل إجهاد معرض برضه إن هو يدخل في غيبوبة سكر منخفض، فيمشي ماشي بطيء منتظم، وده هيكون كويس ليه يعني، وبيحرق معانا كميات كبيرة من السكر. ده نظام علاجي بالرياضة. بالرياضة. طبعا الأكل، ولسه هنوضح الاكل اللي بيكون ازاي مع حضرتك ان شاء الله. تمام. عايزين برضو نوضح الاكل ازاي، بما ان احنا في النظام الغذائي بنتكلم عن النظام الغذائي. يعني مثلا يقلل في النشويات مثلا، تحضر مثلا. انا هقول لحضرتك ان مريض السكر في سواء كان نوع اول او نوع ثاني، معتمد او غير معتمد على الانسولين، يمشي على خطه النظام الغذائي اللي هي بتكون عباره عن ثلاث وجبات رئيسيه وثلاث وجبات خفيفه، بين الوجبات الرئيسيه ووجبه قبل النوم. ثلاث الوجبات الرئيسية، الفطار مثلا هيكون عند الساعة 8 الصبح، هياكل تلت رغيف خبز بلدي. تمام. وياكل علبة، ياكل يشرب كوب لبن منزوع الدسم وسلطانية زبادي، ومعهم مثلا أربع معالق فول بزيت ذرة أو زيت زيتون، وعليهم ليمونة. تمام. ده الفطار بتاعه. كويس. ده فطار مريض السكر عند الساعة 8 الصبح. فيه الوجبة الخفيفة اللي بتكون عند الساعة 11، دي هتكون عبارة عن ثمرة فاكهة، تفاح أو موز أو برتقال مثلا. ما يكونش طبعا الفاكهة اللي احنا اتفقنا عليها، هي التين والعنب والبلح والمانجا. تمام. يعني حاجة تكون ايه، ما فيهاش سكريات عالية. تمام تمام. وياكل مثلا اتنين جزرة أو اتنين خيار. ولو في قطعة كيكة خفيفة ما فيش منها أي ضرر برضه. تمام. كده وجبة رئيسية ووجبة ايه، خفيفة. ويمشي كده طول. لا تمام، لسه في الغداء، في وجبة الغداء طبعا، ودي اهم وجبه عند الشعب المصري عموما يعني. هو الغداء هيكون عند الساعه 2. مش هنصومه يعني. لا صومه يعني. احنا بناكله كتير اهوت يعني، سبحان الله، بناكله كتير ونحاول نعرفه ان الامور طبيعيه يعني. تمام. ولكن مع التحفظ بس مش اكتر. وجبه الغداء بتبقى عند الساعه 2 الظهر. طبعا بتحتوي على كربوهيدرات برضو، وبروتين، وخضار، وفواكه.
الكربوهيدرات هتبقى تلت رغيف خبز بلدي وست معالق رز او مكرونه بس، ما يزودش اكتر من كده. تمام، يعني عشان يعني ما يعملش طبعا هو يزود يعني الجريمه اللي احنا كنا بنرتكبها من شويه دي. تمام. طيب ده الكربوهيدرات. العشاء بقى، لا البروتين بقى، موضح لك برضو البروتين بتاعه. هياكل ربع فرخه او سمكه مشويه او قطعه لحمه. تمام، يعني الحاجات دي المفروض الناس تسجلها برضو، حاجات مهمه جدا والله، يعني لو سجلوها يستفادوا منها كتير. الفواكه هياكل مثلا تفاحيه او برتقانيه او موزه برضو. الخضار هيبقى مثلا السلطه، هياكل مثلا خس، جرجير، بصل، حاجات من دي. الخضار المتاح ليه مثلا يكون لوبيا وفاصوليا وسبانخ وملوخيه، عشان برضو خضروات يعني دي ده الخضار اللي بياكل منه. او هو طبعا زي ما حضرتك قلت يعني لازم الحاجات دي تتعاد تاني وتتسجل، ولكن عشان خاطر الوقت في اسئله كتيره جدا. طبعا الوجبه الخفيفه اللي بعد كده هتبقى زي الوجبه اللي كانت عند الساعه 11. تمام تمام، وجبه العشاء هتبقى زي وجبه الفطار عند الساعه 5. تمام، لا وجبه العشاء هتبقى عند الساعه 8. في وجبه قبل النوم عشان ما يحصلش هايبوجلايسيميا، ما يحصلش انخفاض في السكر في الدم. تمام، وجبه خفيفه قبل النوم. ده بخصوص النظام الغذائي. ده النظام الغذائي. الانسولين حضرتك كلمتني على الانسولين وشكله هو اهم حاجه في السكر، يعني هو العامل الرئيسي في كل حاجه. تمام تمام، ازاي بقى بتتحدد جرعه الانسولين؟ تمام، سؤال كويس جدا برضو. الله يخليك يا استاذ. تحديد جرعه الانسولين في ثلاث طرق متبعه، يعني طريقة اللي أنا أجرب وأشوف هيجيب نتيجة ولا لا. جالي مثلا عيان سمين، هبدأ معاه بجرعة 30 وحدة لكل 30 وحدة، اللي هي الوحدة بتاعت جسمه كلها، القابلية اللي ممكن جسمه يحتاجها 30 وحدة بس، وأجرب وأشوف هتجيب معاه نتيجة ولا مش هتجيب. جالي عيان يعني وزنه قليل شوية، هديله 20 وحدة وأجرب هتجيب معاه نتيجة ولا لا. 30 وال20 دي الجرعه الكليه الانسولين ياخدها طول اليوم، يعني حسب الجسم. طبعا هنتكلم على ازاي بيتم اخذ الانسولين دلوقتي. تمام، جابت معانا نتيجه كويسه هنمشي عليها. طبعا كل ما اجرب وما بتجيش معايا نتيجه هزود 5 ل10 وحده كل يوم. تمام، لغايه ما يظبط الانسولين في الدم ويتم ضبط الانسولين، كميه الانسولين النازل في البول وكده، الجلوكوز النازل في البول. تمام تمام. في طريقه ثانيه اللي هي بجيب الشخص ده واوزنه. تمام، نعرف مثلا وزنه قد ايه، وليكن مثلا وزنه 60 كيلو. بادي له من نص الوحده لكل كل نص وحده او وحده كامله لكل كيلو جرام في جسمه. انا مثلا وزني 60 اهو، هناخد الجرعه الصغيره اللي هي كام؟ نص. النص واضربها في 60 تطلع تطلع 30. تمام، يبقى الشخص ده هياخد 30 وحده انسولين لكل كيلو جرام في اليوم، وهنتكلم ازاي بياخدها برضو. تمام، طبعا جرعه الانسولين في الحوامل في اول 3 شهور بياخدوا 7 من 10 وحده لكل كيلو. طيب بخصوص في الحوامل، ما انا بقول لحضرتك ممكن تضر الجنين. لا، احنا اصلا لو هي الست كانت عندها بتعاني من السكر وبتاخد اقراص خافضه للسكر في الدم، بنمشيها على انسولين. مش بينفع تحمل وتاخد الاقراص، هي اللي ممكن تضر الجنين، لكن الانسولين لا، ما فيش منه اي ضرر. تاخد 7 من 10 وحده لكل كيلو جرام في اليوم. وفي الثلاث اشهر المتوسطين من الحمل تاخد 8 من 10 وحده لكل كيلو جرام في اليوم، والثلاث اشهر الاخاره بتاخد 9 من 10 وحده لكل كيلو جرام. في الطريقه الثالثه اللي هي بنقيس السكر الصايم وطلع مثلا 200، بندي ربع قياس السكر الصايم، يعني مثلا ربع في 200 بيطلع كام؟ 50. تبقى ده معدل ده جرعه الانسولين اللي يحتاجها المريض اللي سكره 200، ده نضرب ربع في السكر الصايم تطلع النسبه اللي احنا عايزينها. تمام، دي جرعه السكر. دي جرعه السكر. طيب مريض السكر من الدرجه الثانيه، تمام، او من النوع الثاني، او من النوع الثاني، مريض السكر اللي من النوع الثاني يحتاج لجرعه انسولين ولا لا؟ ولو بيحتاج امتى بيحتاجها؟ مريض السكر من النوع الثاني احنا قلنا طبعا ان هو بيكون عنده مقاومه للانسولين، يعني انخفاض حساسيه الجسم للانسولين. فانا لما اديله انسولين في البدايه يعني انا بضره مش بفيده، الجسم بيقاوم. تمام، فلكن مريض السكر من النوع الثاني لما يتعرض مثلا ان العلاج اللي هو بياخده مش جايب نتيجه، تمام، هبدا اديله انسولين، جرب كل انواع الادويه ومش جايب معاه نتيجه، فما فيش بديل، هجرب مع الانسولين. مريض السكر من النوع الثاني وسواء كانت حتى لو كانت سيده مثلا وبتخطط للحمل او حامل، طبعا هنديها انسولين.
مريض السكر من النوع الثاني لا قدر الله دخل عمليه جراحيه هياخد انسولين، حصل له وعكه صحيه شديده مثلا جلطه في القلب هياخد انسولين، جلطه في القلب او فشل كلوي او ايا كان الوعكه اللي هو تعرض ليه، الوعكات الشديده طبعا بيلجا فيها الانسولين. مريض السكر من النوع الثاني حصل له عدوى في اي جزء من اجزاء جسمه بياخد انسولين. مريض السكر من النوع الثاني مثلا دخل في غيبوبه السكر المرتفع اللي هي الدي كي اي، غيبوبه اللي بيكون فيها الاجسام الكيتونيه مرتفعه في الدم فياخد انسولين. ده يحتاج فعلا في الحالات دي انه ياخد انسولين، يحتاج انسولين في حاجات معينه وفي حالات معينه. طيب مقاومه الانسولين دي يعني خطيره زي النوع الاول، ولا مقاومه الانسولين ديت ممكن تنتهي خالص في فتره من الفترات مثلا؟ هو ممكن في سكر يجي ويروح، تمام، هو سكر يجي نتيجه ضغط عصبي او ستريس او قلق، تمام، ونمشي على العلاج شويه مع نظام رياضي وحاجات من دي وينتظم ويبقى تمام، مفيش منه اي مشكله. هو الكلام بتاع حضرتك ده نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل الحلقه، حضرتك قلت لي السكر في سكر ثانوي يعني على المدى البعيد وفي سكر، لا مش على المدى البعيد، سكر ثانوي يعني نتيجه لمرض اخر. تمام، ده نتيجه مرض اخر وده بيمشي، تمام، وقلت لي ان في سكر ما بيمشيش. لو احنا مثلا عالجنا السبب الرئيسي، مثلا هضرب لك امثال، مريض مثلا بيعاني من فشل كبدي، تمام، وطبعا الكبد هو المعروف ان هو مسؤول عن عمليه الهدم والبناء بتاعه الجلوكوز، تمام، عمليه الايض بتاعه الجلوكوز او التمثيل الغذائي للجلوكوز. فطبعا الخلايا بتاعه الكبد هتكون مش عارفه تقوم بالدور الوظيفي بتاعها على اكمل وجه، فهيتراكم كميه الجلوكوز في الدم اللي هو سكر الدم فهيرتفع السكر معانا، فده هيكون سكر ناتج لسبب معين. مريض مثلا بياخد ادويه زي الكورتيزون، دواء الكورتيزون، او ست بتاخد اقراص لمنع الحمل، او مثلا مريض بياخد ادويه مضره للبول، دي ممكن تسبب سكر ثانوي. ادويه مضره للبول، انت عالجت السبب الرئيسي او المرض الرئيسي اساسا اللي مسبب لك سكر، او لو منعت المسببات زي مثلا لو بتاخد حاجه مثلا زي العلاج اللي حضرتك قلت عليه ده، تمام، يبقى السكر هيمشي ومش هيبقى عندك سكر. لو اتعالجت الاسباب ان شاء الله السكر هيمشي ويبقى تمام وزي الفل. طب مش ممكن يكون بقى في سكر مخادع؟ ما هو الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده ممكن يبقى في سكر مخادع. سكر مخادع ازاي؟ يعني في الوقت ده ممكن الواحد يحلل سكر، تمام، ويبان انه عنده سكر، يعني زي ما حضرتك قلت، تمام. ازاي بقى بنعرف ان السكر ده ثانوي وبنعرف ان السكر ده اساسي رئيسي؟ ما انا قلت لحضرتك سكر ثانوي اكيد هيكون عنده امراض تانية، او بياخد ادويه، او بياخد اي حاجه، او عنده يعني مرض متعلق بالهرمونات زي مرض مثلا تضخم الاطراف اللي هو الاكروميجيد، او مرض اللي بيكون فيه زياده هرمون الكورتيزون، تمام، او المريض ده مثلا بيعاني من مشاكل في المنكرياس، التهاب مزمن في المنكرياس، او المريض مثلا يعني عمل عمليه وشال جزء من البنكرياس، فده هيكون طبعا المدلول ان هو ده عشان سكر. الوقت طبعا شبه انتهى، تمام، واحنا قلنا هنتكلم عن السكر التراكمي، تمام، ويعني عايزين مهم ايه جدا نوضح نتكلم شويه في التراكمي، ده مهم جدا. تمام، يعني عايزك تقول لي السكر التراكمي ليه سمي بالسكر التراكمي؟ تمام، والقراءات بتاعته هل زي السكر العادي ولا لا؟ سؤال جميل جدا، ومن اخ وصديق عزيز على قلبي جدا والله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا دكتور، وانت شرفتنا ونورتنا. ربنا يكرمك والله يا استاذ احمد، ربنا يكرمك. طبعا السكر التراكمي ده الفايده منه ان هو بيقيس معدل تركيز السكر في الدم خلال الثلاث اشهر الماضيه. بنعرف منه هل السكر خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا كان عالي او كان منخفض. يعني مثلا ممكن ابقى متابع السكر مع مريض ويجي لي استشاره مثلا، هو قاعد طول الايام اللي فاتت بياكل ويشرب ويعمل اللي هو عايزه كله، وجيه قبل ما يجي العياده بيومين ثلاثه ظبط السكر بتاعه، فانا جيت اقيسه لقيته كويس، فانا هعرف اكشف امره ازاي؟ هطلب له سكر تراكمي، هعرف ان كان عالي مده السكر في الدم لمده ثلاث شهور فاتت. اتسمى بالاسم ده ليه بقى؟ ده سؤال مهم جدا برضو، ان احنا عندنا الجلوكوز الجسم مش بيستخدمه بالشكل السليم الفعال، فيبدا الجلوكوز هيروح فين؟ هيلتصق في كرات الدم الحمراء، حتى هو اسمه الهيموجلوبين السكري، يلتصق في كرات الدم الحمراء. هو طبعا استاذ وليد عماره المخرج المتميز، تمام، عمال يقول لي شكرا يا استاذ احمد، هنا يا استاذ احمد، فهو الوقت شبه انتهى، فيعني في اسئله كتير محتار اخد مع حضرتك اخر سؤال، انه تمام مثلا طريقه خفض السكر التراكمي، ايه هي الطريقه؟
الطريقه طبعا انا هنظبط الجرعه بتاعت العلاج اللي انا ماشي عليه او هغيرها خالص حسب توصيات الطبيب المختص يعني. همارس الرياضه بشكل منتظم، هاكل اكل صحي مناسب، هبعد عن التدخين والمدخنين، هبعد عن التوتر والاكتئاب والكلام ده كله، وهيبقى الامور تمام ان شاء الله. حضرتك يا دكتور انت شرفتني، ربنا يكرمك ونورتني، ربنا يحفظك والله يا استاذ احمد. دكتور خالد بصراحه انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك، وان شاء الله هنتكلم في كل ده في الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. وعشان عظيم الشرف والله يا ابو حميد، ربنا يحفظك. عشان خاطر استاذ وليد بس ايه احب بس اوجه رساله شكر لكل اخواتنا في فلسطين. معاك الكاميرا يا باشا، واحنا كلنا يعني ايه يعني معاهم قلبا وقالبا. ولازم يعني كلنا يعني ربنا ينصرهم بكل حاجه، ولازم كلنا نبقى معاهم. اوجه طبعا الاول التحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور اللي قام به تجاه الشعب الفلسطيني، الشعب الصامد الصادق يعني الباسل، وربنا ينصرهم ويقويهم ويستمروا في مقاومتهم وصمودهم ان شاء الله، وربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله. وطبعا القدس دي يا ابو حميد انت عارف ان هي منزلتها رفيعه جدا، اولى القبلتين طبعا، الاقصى الشريف اولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين، ومنه كان اليه كان مصرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه كان معراجه الى السماء. فطبعا لا يجوز لاي احد من المسلمين او العربيين ان هو يفرط في اي من هذه المقدسات او الحقوق الواجبه للشعب الفلسطيني او الامه الاسلاميه ان شاء الله. طبعا ما فيش حد طبعا هيفرط في القدس ان شاء الله. وطبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العظيم يعني له موقف مشرف جدا، وحاجه يعني كلنا احنا كمصريين نفتخر بها جدا. ورئيس عبد الفتاح السيسي يعني دايما له مواقف كتيره جدا، وطبعا الدول العربيه طبعا مش اول مره مصر تقوم بالدور العظيم ده اكيد طبعا، وطبعا الدول العربيه الشقيقه طبعا لها مواقف كتير جدا. وانا بشكرك يا دكتور، وحضرتك شرفتني ونورتني، وان شاء الله في الحلقات القادمه يعني نكمل، وان شاء الله هيبقى في برنامج ثابت ما بيني وما بين الدكتور. تمام، واتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله.